لا شك أن لمنظر الشعر الجميل والصحي تأثير مهم في شكل الإنسان ونفسيته، فهو غالباً ما يضفي أناقة وجمالاً عليه. لكن نتيجة عوامل وراثية أو أمراض وحوادث يمكن أن يفقد المرء كمية من الشعر فيصاب بالصلع الذي يكرهه كثيرون. مع التقدم التكنولوجي أصبح التغلب على هذه المشكلة أمراً يسيراً، ومن ذلك مثلاً التقنيات الحديثة المستخدمة في زرع الشعر. طريقة ستريب هارفستينج وتقنية FUE هما أشهر طريقتين في هذا المجال. الطريقة الأولى تعتمد على أخذ شريحة من فروة الرأس ثم أخذ بصيلات الشعر منها وزرعها في الموضع المقصود. أما الطريقة الأخرى FUE تعتبر الأحدث، وفيها تؤخذ بصيلات الشعر مباشرة من فروة الرأس بجهاز خاص وتزرع في موضع الصلع. يراعي الطبيب قبل الجراحة الوضع الصحي العام للشخص، كما يحدد نوعية الصلع عنده قبل اختيار الطريقة المناسبة له. تعتمد مدة عملية زرع الشعر على عدد الشعرات المطلوبة، وعادة تستغرق مدة جلسة ساعتين إلى 4 ساعات، وتظهر النتيجة في فترة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر. إذن مشاهدينا، فقط للتذكير فإن تاريخ زراعة الشعر، عمليات زراعة الشعر، ظهر أول مرة في 30ات القرن الماضي في اليابان تحديدا، لكن أثار الحرب العالمية الثانية حدت من انتشار هذا الرواج ليظهر من جديد وتروج هذه العمليات في نهاية 50ات القرن الماضي في الغرب تحديدا، لترميم طبعا الشعر أو تساقط الشعر أو الصلع أو إخفاء الصلع. للحديث أكثر عن هذا الموضوع والتقنيات الحديثة وآلية زراعة الشعر تنضم إلينا هنا في الاستوديو والدكتورة إيمان الحاج، استشارية الجراحة والتجميل والترميم. اهلا بك دكتوره. شكرا. اهلا وسهلا بك دكتوره، صباح الخير. طيب بدايه، نحن نساء يعني هنا الموضوع لا يتعلق فقط بالرجال، الصوره العامه ان الرجل يقوم بزراعه الشعر، هل تحتاج المراه في بعض الحالات لزراعه الشعر؟ Excellent question. هلا بالنسبه لزراعه الشعر عند السيدات، الصلع او تساقط الشعر بيختلف تماما بين الرجال والنساء. عندنا بامريكا مثلا 90% من الرجال اللي عندهم صلع بيقدروا يعملوا زراعه شعر، وتكون الزراعه تقريبا نسبه النجاح 95 ل 98%. نسبه عاليه. بس بالنسبه للسيدات للاسف السيدات بيصير عندهم التساقط او التصلع بالشعر بيكون بشكل بكل فروه الراس، فبيكون نوعيه الشعر كثير كثير خفيفه انها تقدر تتحمل زراعه الشعر. وعشان هيك احنا عندنا من 2 ل 5% من النساء يلي عندهم مشاكل بالشعر بيروحوا بيعملوا زراعه، ونسبه النجاح منا كبيره 60%. فاحنا كثير بنهتم زي ما انتم ورجيتوا بالتقرير انه صحه المريض لازم تكون رائعه عشان تقوم بزراعه الشعر، لانه هي في النهايه زراعه، احنا عم نقوم عم نستأصل بصيلات من مكان وبنحطها في مكان. طيب نريد ان نتعرف هنا على مشكله الشعر، لماذا يتساقط الشعر وتحصل الفراغات؟ اوكي، سو اذا بنطلع على هذا المجسم اللي احنا اخترناه اليوم، انه هيدا الجلد اوكي وهذا سكشن فيه، فهي هي البصيلات الشعر. البصيله هون هيدي هي الريل المركز اللي بيساعد على انه الشعر يطول ويكبر، وانه هذا هلا في بعض الاحيان الشعر اكيد مربوطه بالاول. هلا هيدي البصيله للاسف عندها ممكن تصير عندها مشاكل، اكثر شيء عند الرجال اللي هو الجينيتكس، انه الاشياء الوراثيه. مثلا كثير بنسمع انه اذا الام من جهة الأم أكتر شيء بيصير إنه ضمور في هاي البصيلات وبيصير في صلع. طبعا الصلع عبارة عن أنواع أو درجات. أوكي، أول شيء بيصير إنه الشعر بيرجع لورا عند الرجال شوي 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 لحد ما إنه يصير تقريبا مغطي نصف فروة الرأس، وهذا كتير بتصير مرحلة متقدمة من الصلع.
بالنسبه للسيدات بنلاحظ انه اكثر شيء ممكن يصير، طبعا في عوامل. لكن ماشي عفوا دكتوره، لكن ما الذي يحصل على مستوى البصيله حتى الضمور؟ الضمور بسبب، لكن ما هي الاسباب غير نعم مثلا وراثيه غير الوراثه؟ عندنا مثلا الفيتامين او الصحه بشكل عام، مثلا عندنا الامراض المناعيه، الفيتامين د مثلا احنا كثير بنحس عليه المريض، او الفيتامين بي المريض معظم المرضى بس يصير في عندهم تساقط دغري بيروحوا بياخذوا فيتامين بي البايوتين اللي هو كثير كثير مهم انه هاي البصيله تقدر تتكاثر او تقدر ترجع لحياتها الطبيعيه بعد الحمل والولاده تنقول، اوكي هذا كمان عامل واحد جزء. يقلل الماء احيانا، نوعيه الماء قد تؤثر على الشعر او تساقط الشعر، الى اي مدى وهو رائج هذا هذه المقوله رائجه، الى اي مدى هي صحيحه؟ مزبوط. هلا احنا لما بنتحمم، اوكي لما بنتحمم او بنعرض الشعر لمي سخنه مثلا، اوكي لانه لازم تعرف انه الشعره مغطايه بنوع من انواع البروتين، لما انت بتعرض البروتين هذا لمي حاره او نوع من المي مثلا فيه كثير املاح او فيه هذا البروتين زي اي بروتين ممكن انه يتكسر والشعره توقع تسقط، فبصير تساقط في الشعر. حتى المستحضرات اكيد طبعا غسول الشعر والى ما ذلك، حتى الكيماويات التي نستعملها. مزبوط، الكيراتين، التلوين الشعر بشكل دائم، في كثير اشياء، بس احنا يعني اذا بدنا نطلع على الصلاه، اوكي ممكن هاي الاشياء اللي حكيناها قبل شوي اللي هي الكيماويات، المي كذا ممكن تخفف الشعر، بس الضمور بالبصيله هو موست اوف ذا تايم يا اما وراثي يا اما هرمونات يا اما امراض، مثلا عندنا الغده الدرقيه، كثير كثير الامراض في الغده الدرقيه بتاثر على ضمور البصيلات وإنه تموت أو ما تموت. الإشي الثاني الأمراض المناعية، أنا بشوف كتير حالات في الدوحة وبكل العالم تقريبا أمراض مناعية اللي هي الصدفية، الروماتيزم، الإشي هايدي الهاشيموتس هيرودايتس، يعني إحنا كتير بننصح كأخصائيين شعر إنه المريض أول مرحلة إذا حس إنه في مشاكل بالشعر إنه يعمل تحاليل ويطمن على صحته بشكل عام. في كتير حالات بتعرفوها بيعملوا كتير تريتمنت وما في نتائج. صحيح، يعني قبل الاستعمال الخارجي يجب معرفة ما هي المشاكل الداخلية في جسد الإنسان. طيب لو تحدثنا عن آلية التدخل، هل الزراعة تكون أول حل من حلول محاربة الصلع أم تكون كخطوة أخيرة لأنها عملية في نهاية المطاف؟ الزراعة إذا الإنسان إذا الآلية الجسم بخير وعندنا إحنا بدنا ناخذ شعر صح؟ فلما بدنا ناخذ الشعر إذا المنطقة اللي إحنا عم ناخذ منها شعر رائعة، الزراعة ممكن تكون أول حل أنا ممكن أرشحها لكثير من الرجال مثلا تنقول. هلا إذا الشعر نوعه تعبان أو في مرض مناعي أو في هرمونات أو في مشاكل صحية، طبعا أول شيء لازم إحنا نظبط الوضع وبعدين نعمل الزراعة. الزراعة كثير عملية مع إنها صعبة يمكن وبتاخذ وقت، والمريض شوي بالتقنية الجديدة طبعا ما بتعذب قد التقنيات القديمة، ممكن نحكي عنها بعد شوي، بس الزراعة كثير عملية رائعة. طيب ونتائج رائعة. إذا أنا من 95% ل 97% كما قلت. وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل عن التقنيات الحديثة لزراعة الشعر، ما الذي تقدمه وما الذي يجعلها مختلفة ومريحة أكثر من الزراعة التقليدية؟ أوكي، زمان كنا ناخذ نستأصل قسم من الفروة الراس ونقوم بقصة لطعم صغير، أوكي؟ أول شيء بلشنا إنه نعمل الطعم شوي كبير على أساس يعني عملية سفخ انه ايه بتاخذ شقفه من ورا من هون طبعا، وهي الشقفه بنقوم بتقسيمها. اول ما بلشنا زي ما قلت باليابان وهيك كنا ناخذ مثلا الطعم شوي كبير، فما بعرف اذا عندكم اطفال بس في شيء اسمه باربي ايفكت يلي هي لما بتطلع على الباربي شعرها هيك بتشوفي شقف شقف شقف. بعدين صرنا نصغر الطعم لصرنا نعمل ثلاثه او اثنين او واحد على اساس انه يصير ناتشرال او طبيعي جدا، اوكي سو الطريقه التقليديه والطريقه الحديثه. الطريقه الحديثه رائعه لانه احنا عندنا ماشين، عندنا جهاز يلي هو بيعمل فايبريشن او روتيشن بلف، وبنقيم باستصال الطعم واحد 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 واحد، فالوجع للمريض بيكون بس اثناء العمليه يعني بعد العمليه immediately دغري بعد العمليه لمده 24 ساعه وخلص. بالطريقه التقليديه الاستئصال يعني في الم؟ شوف عمل جراحي انا ما رح اكذب على حدا واقول ما في 24 ساعه، اكيد اي عمل جراحي بتعمله الا ما يصير فيه شوي، بس انا عم بقول لك 24 ساعه ونتائج باهره. It's worth it. It's اكيد رائعه.
طب كيفية التعافي والحصول على هذه النتيجة التي تقارب 100% لزراعة الشعر؟ هل هنالك آليات أيضا يجب اتباعها، خطوات يجب ما بعد العملية؟ بعد العملية أنا بهمني كتير كتير أن المريض إحنا بنعطيه النصائح أو إشي معلومات، بهمني كتير كتير يعملها صح. أول شيء طبعا كشف الرأس ما يغطيه لمدة أسبوعين على أساس إنه البصيلات هيدي اللي إحنا جبناها من ورا لقدام تضل تتهوى، تضل ما يصير في التهاب بالمكان الجراح لأنه هو جراحة بالنهاية زي ما حكينا. تاني شيء إنه بخاخ بضل يبخو مثل اللي عم يزرع مثلاً فلاور ورد كما يسقي يعني كأنه إيه يسقي أكيد كل 4 ساعات على أساس إنه ما يصير فينا شفان بالبصيلات هيدي لحتى البصيلات تقدر تتعايش. هلأ في كتير إحنا بدينا هلأ نعمل مثلاً بنحط شوية بلازما اللي هي الدم على أساس إنه هاي البصيلات هي عم تكبر والجسم عم بتقبلها او عم بتبناها نعطيها شويه غذاء. اوكي كمان كثير شيء منيح. اهم شيء بالموضوع وانا كثير بحب اقوله انه حلو كثير انه المريض يعمل الجراحه ويتابع مع الدكتور. لكن دكتوره ماذا عمن لا يملك شعر الصلع الكامل، ما هو الحل باختصار لو سمحتي؟ اكيد أول شيء لازم نعمل هو نتأكد إنه أتليس في ضمور حتى لو في بصيلات ضامرة أنا بهمني أعرف هالشيء هذا. إذا في بصيلات ضامرة فينا نعمل اللي إحنا بنسميه الخلايا الدهنية الجذعية أو طبعاً هو لساته تحت البحث أو تحت لساته، بس أنا لأني بعمله بأمريكا كتير أنا بشوف نتائج رائعة. وإذا بتحبوا تحكوا عنه لازم نحكي عنه لحاله لأنه كثير ربما نخصص حلقة لذلك أكيد. لكن دكتورة أخيرا بالنسبة لأغطية الرأس مثلا الغترة والطاقية والهات مثلا وغيرها، إلى أين بتؤثر على سلامة الشعر؟ أنا دوماً بقول للمريض إنه لازم يتهوى الشعر وخاصة إذا الشعر عم بتساقط وإشي، لأنه كمان الإكسبوجر أو التعرض للشمس أو لهذا زي ما بتعرف الفيتامين دال بيصير أحسن، والفيتامين دال عنصر كتير 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 كبير إنه هاي الشعرة تضل ملزقة بالرأس، لأنه مجرد ما الفيتامين دال بتشوف أو أكثر ناس عرفونا هذا الشيء هو قص المعدة، لما البيشنت بقص المعدة أصل المادة عشان بقل فيتامين دي وبقل الفيتامين بي 12 وكذا وكذا، فبتشوف الشعر دغري بتشوفيهم بعد 4 أسابيع أو 6 أسابيع من أصل المادة الشعر للأسف. يعني هنالك الأمل أكيد موجود للأشخاص لمن يشاهدنا الآن ويعاني من هذه المشكلة، الأمل موجود، النسبة عالية جدا نسبة نجاح هذه العمليات. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا هنا في الاستوديو، استشارية جراحة التجميل والترميم الدكتورة إيمان الحاج. شكرا كثير لأنه شكرا دكتورة ميرسي كثير.